يا فارس الليالي تذل المنايا ولا تشتكي. استقبلت العتبة العباسية المقدسة متمثلة بقسم العلاقات العامة شعبة العلاقات الجامعية وفدا من طلبة الجامعات جامعة الكوفة كلية الطب وجامعة بن حيان المجموعة الطبية وكذلك جامعة الكفيل كلية طب الأسنان ضمن أنشطتها الأسبوعية حفل تكريم الطلبة الخريجين لهذه الدورة السنوية وكانت من فقراتها زيارة أقسام العتبة العباسية المتحف قسم المتحف وكذلك قسم المخطوطات. أولا نحب أن نوجه شكرنا للعتبتين العتبة العباسية والعتبة الحسينية لهذا التنظيم الرائع والاستقبال الجميل، وهذا ليس غريب على العتبة الحسينية والعتبة العباسية التي تستقبل سنويا ملايين الضيوف وتدير هذه المناسبات خير إدارة. أنت الحسام وأنت اللواء.